سلطان ما دخ بتخارة من قهدم طلع صرت أبخع دوتينا
ta bkhili tgabare qouli btsafna shlita aradin ma takhlita min khubba qrama mlita ni ta bkhili tgabare qouli btsafna shlita وشيد رورواني السجن
بكريه وطلع حليمه وحساحه وبيت خلعون بنينا شام صليش لمرمر نورانا حل زادي شمرا نمشيحا نحلل من عباده والثواب قد من حشوخة والدبر طال عيد شيول المرخل البرياثة دشحيقا ويبحطيطا شارع المام ذهجب عني أنا داعدي ذاثا سولا فيلا سولا Aman aman aman, sula ve la suna ve. Aman aman aman, sula ve la suna ve. Ana bşimma gzamen, sula ve la suna ve. Ana bşimma gzamen. Khurdi kawa bi turame, aman aman aman, borbakte. قلت لشورانم قلدب ناخ آمدية قلت لشورانم خر النوخ وانا صورك امان 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 تي وان سيبت شورا امان 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 زمر وقالب طنبورا يرقم وطورا زمر وقالب طنبورا يرقم وطورا بس ميوان يومان امان امان دوست و خزمانه امان 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 جمع خوشتا يبخى خبا زمر خود قبرانم جمع خوشتا يبخى خبا زمر خود قبرانم صبنا وبرور تخوب دقاشيثم خزن وصبنا وبرور تخوب دقاشيثم لما شئنا خيا خليطم أمان 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 خل ماني إيوات خيطم أمان 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 عايش النجيل ودي بزيدي طير الخقا خيطم شن النجيل
الروح يمن فارقتهم جيتهم من دموعي غرقتهم وشقال القلب لمن وجعتهم شقال القلب لمن وجعتهم حركت الروح حركت الروح حركت الروح لما انضعك اشرب وسام اودعهم واقول شلون انساهم يا قلب الخاطر روح وياهم ودعهم واقول شلون انساهم يا قلب الخاطر روح وياهم اريد الموت ولا اريد فرقهم اريد الموت ولا اريد فرقهم اريد الفرق ودي بعد مشوار اريد الطيوب الجلال تذكار اريد الفرق ودي بعد مشوار اريد الطيوب الجلال تذكار وبحسرات دلال حرقتهم وبحسرات دلال حرقتهم حركت الروح حركت الروح من بابل نعم هالصفحة حتاخدو خن اجانا ين في ليون بخب خانا حتاخدو خن اجانا لسيق الخب خينا شق من خب خيك انا ين لسيق الخب خينا شق من خب خيك انا نهر النهر النهر ين بيشم الخلية بزمري ماي النقدي مدني اطيخ الياب اتنهري اولا نرحب بكم زارتكم الى اثار خمس اثار الامبراطوريه الاشوريه قبل 3000 سنه عاصمة الامبراطوريه الاشوريه مدينه نينوى وما الامبراطوريه الملك في عهد الملك سنحاريب 1481 قبل
ملاك. نعم. ملك سنحاريب يحكم 11 دولة، يونان، أرمينيا، بلاد الشام، ومصر وخليج. قاموا في عهده بحكم 23 سنة، حكم الملك سنحاريب. أكبر مشروع لعهد الإمبراطورية العشرية قبل 3000 سنة نقل المياه من وادي خنس إلى مدينة نينوى بطول حوالي 80 كيلومتر. سنة 2014 جامعة إيطاليا أودني جامعة إيطالية هم سووا تنقيبات بهذه القناة بعده 3 كيلومترات من هنا، المسمى باللغة الكردية كبربري، الصخر المقطوع بطول 100 متر. وهذه التنقيبات عن قبل 3000 سنة، يعني في ذاك الوقت ارتفاع الماء 120 سنتيمتر في القناة، عرضه 6 أمتار. قبل 3000 سنة الماء الجمل في الصيف لازم يكون يجي، لأن القناة حيث كبيرة. من وادي خنس إلى مدينة نينوى هذه الصخر مقطوعة بطول 180 متر حسب التنقيبات الموجودة. نعم، إذا تطلع 3 كيلومتر راح تشوف الصخر مقطوع بطول 100 متر. ليش هذه القناة هنا مو مقطوعة؟ شوف هي 180 متر بس هنا مو مقطوعة، تقريبا 5 مترات. كان اكو باب هنا، حراس هنا، الماي مستوى واحد لازم يروح على الموصل، لا يرتفع ويصير ناقص، القناة تصير انهيار. نعم. من وادي خنس إلى مدينة نينوى في كل وادي سوون معبر مثل فرا دلال زاخو. نعم، هسه حكومة اقليم يسوي شارع، يعني يجيروا موادي، ايش يسوون؟ يسوون قسيس او جسر حتى يتعدل. ليش؟ الماي الشتاء والماي لا تجي على الشارع. قبل 3000 سنة هم عندهم هذه الفكرة، سوون معابر. ليش؟ الماء الامطار حتى لا يجي على القناة، الماء الامطار من جوا، الماء القناة من فوق. اثار القناة، هذه المعابر موجودة، اذا راح بس ما عندكم المجال تشوفون، بس عندي صور هذه المعابر اللي زال موجودة. سد جروانة اقدم سد في العالم، ليس في اقليم كردستان وانما في العالم. نعم، سد جروانة. وين مهد صايره؟ نعم، مهد. اي مهد وين؟ يعني جمع مهد. نعم، هذه السد طوله 300 متر، عرضه 22 متر، ارتفاعه 9 امتار لخزن المياه. موجودة؟ نعم موجودة، السد موجودة. نعم، الحجر. نعم استاذ، خلينا نتفضل نشوف الاثار الموجوده في وادي خنس. اولا عندي لايت، هذه اللايت 12 صوره عندنا للملك سنحاريب. اول صوره هذا تشوفون هنا، الصوره مو واضحه زين حيل. وهذا شوف ليزر، شوفون ليزر، راح نشوف الواضح حيل زين، راح نشوفه. بس هذا اول صوره على يدك اليسار. شنو هي؟ نعم، ملك سنحاريب، صور للملك سنحاريب. نعم، عندنا 12 صورة للملك سنحاريب. هذا أول صورة على يدك اليسار في وادي خنس. نعم، كتابة عليه. نعم، كتابة. لا، هذا صورة عندنا كتابة المسمارية عليها، هسه راح نشوف. نعم نعم، يلا. الصخر المقطوع 180 متر استاذ، الصخر للقناة محفورة 180 متر. يعني نعم، هذا القناة. نعم، لا لا لا، هذا القناة الحجر على مود التماثيل نحت له على مود القناة. الحجر جاء يجيبون جلد مال ثور هيك يفخخون بالهواء، ينفون هواء طاب على هيك الحجر عليها بالماء، ينقلون على سينما، من سينما بعدين يتحولون على سد جروانة. شغل مثل البالون. نعم، مثل البالون. كوبا احنا نسميها كوبا. لا، على قرية زينبا، من زينبا يتحولون على سد جروانة. جروانة، نعم، من هناك بالدوبات كانوا ينفون، العربون يتحولون على جروانة. خلصها ما تفضل استاذ. يلا، هذه الدرج
نريد الملك الحليب حتى يشوف القناة، يعني يصعد يشوف الماء بالقناة. أول باية متر ونص، أو الثاني باية 30 سنتيمتر ارتفاعه، والثاني 40، والثالث 40، والرابع 50 سنتيمتر. نعم، يعني مستوى الماء بنلاقي بواله على. نعم استاذ. تفضل. أنا هذه بواله على. لا هذا نهر قومل. قومل هذا. الماي مال القناة يختلف. واحد هو هذا القناة. واحد هذاك. راح نوصل على هذا الموضوع بس. كيل عمد. الساك اللي هم سواها بالقومل حتى الماء يجي على القناة وعلى مدينة قومل. هذا نهر قومل، هذا المشروع اللي سواه الإمبراطورية العثمانية. نعم. قبل 3000 سنة هو مسوين العاشورين. تفضلوا هذا الجدار. شوف هذا الجدار قبل 3000 سنة مال الإمبراطورية العثمانية. ليش سوين هذا الجدار؟ لأن أنا منطقة ترابية لحماية القناة، سوين قطعات حجرية هندسية. شوف. نعم. نعم نعم. عندنا ثاني صورة للملك سنحاريب، راح تشوفون. وهذا ثاني صورة للملك سنحاريب. وين شوف نعم نعم. هذا صخر، هذا صخر مهور، يعني من راسه مقطوعة بسبب هذه الصخر مهورة. ظروف جوية. نعم، ظروف جوية مرور الزمن 3000 سنة. نعم. راح نشوف الثالث والرابع الى 12. لا قدر لينا. نعم نعم. هاي صورة الحريمي. السؤال، احد الاصدقاء يقول ليش 12 صورة؟ لان رمز 12 اله، هذا هو رموز الالهات. شوف مبينة واضحة. نعم. هذا رمز الالهات، وهذا هو نعم. سمخير. جيجوني ديارنا، بس اوده هدي ترجيجوني ديارة. تريد كري اتبطى افتا تبي مربع، تشتي ذي مربع ابا كنت تصفيات كنت هاتا ومشروبات داري اني بيشي واري بيشي بعدين ابا كيدا بجمع افتا هاي كيرا ايك تريد هم يتنجيرون في الخطنة بريد شوية. الهواء، الماء، الآب، النار، عناصر. نعم، كان هذا مقدس عندهم. شوف الحفرات، النار موجودة لازم أحد الآن. شوفون أشركم على الليزر، هذه الحفرات كان يشتعلون بها نار، كان النار عندهم مقدس. نعم. إذا تقدر تشوفون هذه الصناعة كلها نفس هذا، تصميم نفس هذا. قد العمق دائما في التاريخ، يعني عشرين صغير وفي أهل قبل الحمد لله. إذا يقدروا يشوفون هذا يعني
فيها شكافتايا بدست تشيكي لابا ها دست تشيكي سي تاخت بالي في البريه تشيكي مظن عندك مظن عندك تشكوك انا ما كان واحد اما جيت بارك بفريد انا قدرت اشتري عبدي و نور على نور كل حلم اخي حط القاز ها عندنا ثاني صوره الاله هذا اله اشوف على حيوان هذا اسد شوفون لانه اله ما يسترجل على نعم 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 هذا ملك سنحاريب اول صوره على يدك اليسار شوف رجله على العرض نعم احتراما لإله أشور ثاني صورة هو الملك سنحاريب أولا ثاني صورة إله أشور رجله على حيوان هذا أسد شوفون لأن الإله ما يصير رجله على أرض نعم شوف الحيوان يعني الأسد مبين شوف عندنا ثالث صورة إليل زوجة الإله أشور هم رجله على حيوان ما يصير رجله على أرض شوف مبين رابع صورة أسر حردون ابن ملك سنحاريب القائد العسكري للملك سنحاريب نعم عندنا بنشوف كل عالي شوفون هذا أسد وهذا أسد بنص كرسي نعم يعني شو معنى هذا الكرسي أسد يعني سيد الغابة أسد صاحب القوة نعم نعم سيد الغابة يعني صاحب القوة نعم
بيننا وطنبوري طنبوري نغبينا بصباتي برغدنا بسمرياتي ببشرنا طنبوري بشقلنا القدالي يبتالنا القالو بسيمة كل دنيا مشمتنا وطنبوري بشقلنا قدالي ابتالنا القالو بسيمة كل دنيا مشمتنا وطنبوري طنبوري لغبينا بصفاتي مرغدنا بسمرياتي بشرنا وطنبوري طنبوري لغبينا بصفاتي مرغدنا بسمرياتي بشرنا زنجراني قرقمي هي طراني القالو بسيما جمي طير وققوان بتلو زنجراني قرقمي هي طراني القالو بسيما جمي طير وققوان طنبوري طنبوري لغبينا صباتي مرغدنا بسمرياتي ببشرنا وطنبوري طنبوري لغبينا صفاتي مرغدنا بسمرياتي ببشرنا أطراوي هي شتياني القالو بسيما رغد بنات الشطران ما خلقوا خلولان أطراوي هي شتياني للعسقل محطيتون لي كديلي كماني وخيمة الرزايا أبوه جرمد قفراني للعسقل محطيتون لي كديلي كماني وخيمة الرزايا برج رمض قفراني دخيلة مفروشة البطة بالخروشة مفروشة هاي مفروشة بكل قيمة مفتشة مفروشة وتطلق رموض دنيا وطنية وصنع مفروشة
دي تخرنا هل إديو كي باينا وبرخ وتمني الموت لي منشنا باقر من إيلاني دشتا باقر من قوراني وشمشا باقر من إيلاني دشتا باقر من قوراني وشمشا أمري لخك مي باينا أنا من بالي لي طلطنا أمري لخك مي باينا